تحياتي ليكم أصدقائي أصدقاء قناة تيتا شو. النهاردة معانا تفسير هنتكلم عنه، هو تفسير رؤية الورد في المنام. الورد من أجمل الأشياء اللي ممكن أن الإنسان يشاهدها في حياته، لأن الورد بيدل على الراحة والمودة والحب، ومن أجمل الهدايا اللي ممكن الإنسان يحصل عليها هي وردة من إنسان تحبه وتقدره. لكن بالنسبة لرؤية الورد في المنام فلها تأويلات كثير. قبل ما نتكلم على التأويلات الكتير، عاوزة أقول لكم إن الرؤية اللي جات لي الأول هنتكلم عنها هي من صديقة القناة الأخت سمر. سمر بتقول لي إن هي حلمت أو رأت رؤية بإن هي في بستان أو حديقة ومليئة بالأشجار والورود المتفتحة، وكانت فيها ورد أبيض وفيها ورد أحمر. سمر بتقول لي كمان إن هي بدأت تقطف من الورد الأبيض وكانت فرحانة بيه وسعيدة بيه، وبعدين لقت شخص هي تعرفه، الشخص ده قطع بعض الورود الحمراء وقام بإهدائها زهرة حمراء أو وردة حمراء ووضعها على شعرها. عايزة تعرف تفسير الرؤية بتاعتها ايه. عايزة اقولك يا سمر ان بالنسبة لان انتي كنت في بستان او حديقة وحواليكي الورود البيضة والحمرة، فده بالنسبة لك يؤكد انك انسانة سوف تنجحي في شيء ما تفعلينه حاليا. ربما يكون هذا الشيء هو تهيؤ لدخول امتحانات او تهيؤ لارتباط او مشروع تجاري بتحاولي تدخليه، وان شاء الله هينجح وتربحي منه المال الكثير. ده لان سمر قالت لنا ان هي عزباء. اما ان في شاب تعرفيه او انت تعرفي شكله محدد يعني بالنسبه لك، رايتيه ان هو بيقطف ورده حمراء وبيضعها على شعرك، فده انذار ليكي يا حبيبتي ان هذا الانسان او هذا الشخص بما انك عرفتيه يحمل نيه خبيثه لك، وعليك ان تحذري منه حتى لا تقعي ضحيه لكذبه ونفاقه. ده بالنسبة للرؤية سمر. بالنسبة لينا بقى احنا دلوقتي هنتكلم عن تفسير الورد وانواعه والوانه بالنسبة لابن سيرين. عندي ابن سيرين قال على رؤية الورد في المنام انه اذا رأى شخص في منامه أنه يضع على رأسه إكليل من الزهور، دل ذلك على أن هذا الشخص سوف يتزوج من امرأة ثم يفترق عنها بسرعة. أما إذا رأى أنه يقوم بقطف الورد في المنام فإن هذا يدل على أن هذا الشخص سوف يعاني من فترة طويلة من الهم والحزن. الورد الأبيض في المنام له تأويل، فإذا رأى الشخص أنه يقوم بقطف الورد الأبيض فإن هذا يدل على أن هذا الشخص قد يقبل امرأة عفيفة دون رغبتها. أما إذا رأى أن أحد الأشخاص يقدم إليه ورد أسود اللون فإن هذا يدل على أن هذا الشخص سوف يواجه العديد من المشاكل في حياته. والورد الأسود يدل أيضا على وفاة أحد الأشخاص المقربين من الرأي.
كما يفسر ابن سيرين لنا رؤية الورد في المنام بشكل مختلف، لأنه قال إن تفسير رؤية الورد يتوقف على مكان الوردة نفسها، فلو أن الرائي يرى الورد في منامه وهو على الشجرة فإن هذا دليل على الذرية وعلى ولادة طفل جديد له، وأن نوعه سوف يكون ذكرا بأمر الله. أما إذا كان الرأي ليس في مرحلة الإنجاب فهو تبشير له بأن عمره مديد إن شاء الله. أما لو أن الرأي يحلم بأن هناك ورد مقطوف في منامه فإن الورد المقطوف في منام الرأي يدل على الإصابة بالقهر والحزن لفترة كبيرة من الزمن. حينما يحلم الرأي بالورد الأبيض فإن هذا دليل على تقبيله بالغصب لفتاة طاهرة وعفيفة زي ما قلنا، لكن قطف الأعزب للوردة البيضاء من على الشجرة دليل على أنه سيتزوج من امرأة تتسم بالطهر والنقاء. أما البنت العزباء إن رأت الورد الأبيض فهو دليل على زواجها القريب من شاب لين القلب. ده بالنسبة للورد الأحمر، الورد الأبيض والورد الأسود. نيجي للورد الأحمر في المنام. يقول ابن سيرين إذا رأى الشخص أنه يقوم بتقديم الورد الأحمر لأحد أعدائه فإن هذا يدل على أنه غاضب جدا منه ويريد أن يؤذيه. أما إذا قدمه لأحد أصحابه فإن ذلك يدل على أن هناك عاطفة شديدة بينهم وعلى أن هناك ود وحب بينهم. الفتاة العزباء إذا شاهدت في منامها وردا أحمر به شوك فإن هذه الرؤية تعد بمثابة تحذير وإنذار لها بالدخول في علاقة عاطفية سوف تسبب لها الكثير من المتاعب والهموم الكثيرة في الحياة. رؤية إهداء الزوجة الورود الحمراء تعني الحب الشديد والاستقرار والرومانسية، لكن إذا كان بينكم أصلا خلاف وقت الرؤية فهي تعني غضب الزوج الشديد من تصرفات زوجته. يعني بالنسبة للمتزوجة رؤية الورود الحمراء إذا كانت الحياة مستقرة أساسا بينهم فهي تعني الحب الشديد والاستقرار والرومانسية، لكن إذا كان هناك خلاف بين الزوجين فرؤية الورود الحمراء تعني غضب الزوج الشديد من تصرفات زوجته. عندي برضو تفسير لرؤية الورد البنفسجي. أكد ابن سيرين أن رؤية الورد البنفسجي ليست محمودة وخاصة للرجل، لأنها تؤكد أن الحالم يكسب مال كثير لكنه مال حرام. وعندما ترى العزباء في منامها الورد البنفسجي فإن هذا يشير إلى رغبتها في حدوث شيء جديد في حياتها، هذا الشيء يعطيها طعم مختلف، فتلك الرؤية تشير إلى رغبة الرائية في تغيير حياتها. الأعزب رؤيته للورد البنفسجي يدل على غرقه في الذنوب وأعمال الشيطان النجسة. أما لو كان الحالم يسعى وراء الانتشار والشهرة ورأى في حلمه الورد البنفسجي فهذه الرؤية تؤكد أنه سوف يكون له شهرة واسعة في الواقع. الورد الأصفر بقى في المنام. إذا رأى الشخص في منامه الورود الصفراء فإن هذا يدل على أن الشخص سوف يستمع إلى العديد من الأخبار السارة والمفرحة خلال الفترة القادمة. أما إذا رأيت أنك تشم الورد الأصفر فإن هذا أيضا يعني تقبيلك وتقربك لسيدة مريضة. سيدة مريضة. أما الورد الأزرق في المنام فهو يختلف تفسيره حسب لون الورد الذي شاهده الشخص في المنام.
فإن رأى الشخص في منامه أنه يحصل على ورد أزرق اللون، دل ذلك على أنه سوف يحصل على السكينة والهدوء في حياته وسيبعد عن المشاكل. بالنسبة للفتاة العزباء، احنا طبعا ردينا على الأخت سمر وهي كانت عزباء في الرؤية بتاعتها، لكن بنكمل هنا. بالنسبة للفتاة العزباء، لو رأت أنها تنام والورد محاوطها فهذا دليل على الفرح الذي سيملأ قلبها قريبا بأمر الله. أما لو كانت هذه العزباء تروي الورد في منامها فهذا يشير إلى زواجها من شاب تحبه بشدة، في حين رؤيا العزباء للورد الأحمر في المنام دليل على وجود شخص ماكر في حياتها سيؤذيها قريبا. وجود الورد الأحمر ورؤية العزباء له في المنام دليل على وجود شخص ماكر في حياتها سيؤذيها قريبا. عشان كده حذرنا سمر من الوردة الحمراء اللي الشاب أعطاها لها وحطها لها على شعرها. بالنسبة العزباء حينما تتأخر في الارتباط وترى أنها تقوم بقطف وردة، فإن هذا دليل من زواجها من شاب على درجة عالية من التدين والورع، كما أن حلمها بقطف الزهور دليل على تصميمها وإصرارها على النجاح، وأنها ستنجح في الحقيقة نجاح منقطع النظير إن شاء الله. العزباء لو قطعت شجر الورد من جذوره في المنام فهذا يشير إلى أنها في مصاعب وتوترات ستعيشها قريبا. حينما تأخذ البنت العزباء باقة من الزهور فهذه الرؤية تبشرها بأنها ستجد شاب وفي ومخلص يحبها ويحترمها في القريب العاجل. ولكن هذه الرؤية لابد أن تراها العزباء في أي وقت في العام إلا فصل الشتاء. معايا؟ نقول تاني. حينما تأخذ العزباء باقة من الزهور فهذه الرؤية تبشر هذه العزباء بأنها ستجد شاب وفي ومخلص يحبها ويحترمها في القريب العاجل. لكن هذه الرؤية لابد أن تراها العزباء في أي وقت في العام إلا فصل الشتاء. لماذا؟ لأنها لو رأتها في فصل الشتاء فسوف يكون تفسيرها غير محمود، لأنه سيشير إلى بحث العزباء عن آمال وطموحات ميؤوس منها ولن تتحقق. بقت الورد البيضاء في منام العزباء دليل على زواجها من شاب سمعته حسنة وأخلاقه رفيعة، ورؤية البنت العزباء لبقة الورد في الحلم دليل على نقاء نيتها وقلبها وتمنيها الحب والنجاح للجميع. نيجي للمرأة الحامل ونقول إن رؤية الحامل للورد في المنام تعتبر من الرؤية الجميلة، لأنها تبشرها بأن ولادتها ستكون بسيطة ولن تشعر خلالها بأي أوجاع أو آلام. فتقديم الورود للإنسانة أو للمرأة الحامل في منامها من شخص تعرفه هذا دليل على أن ذلك الشخص يحبها في الحقيقة، كما أن الوردة الواحدة في منام الحامل دليل على أن بداخل رحمها أنثى جميلة. أما إذا كانت المرأة حامل واشترت الورود فإن ذلك يدل على قدوم أخبار سارة ستغير حياتها من الحزن إلى الهناء والسرور. وعندما ترى الحامل مجموعة من الورد المقطوف من على الشجرة فهذا دليل على الأسى والهم الذي ستعيشه الفترة المقبلة، ربما يتعلق الأمر باضطراب صحة جنينه. والورد المغلق في منام الحامل دليل على سقوط الجنين. بالنسبة
ليه؟ إذا حلم الشخص بالورود الفضية، الورود الفضية تعتبر دليل على أن هذا الشخص سوف يحضر أحد المناسبات السعيدة التي تفرحه عن قريب، وذلك ليه؟ لأن اللون الفضي في المنام يدل على الفرح والسرور في حياة الشخص عامة. أما إذا حلم الشخص أنه يحصل على ورد أرجواني فإن ذلك يدل على أنه سوف يحقق الكثير من النجاحات خلال الفترة القادمة، وأنه إنسان يخطط لمستقبله بشكل جيد ومتزن. الورد الوردي، الورد الوردي إذا رآه الرائي وكان أعزب، رجلا أعزب في الحلم، فهو دليل على أن هناك فتاة تحبه بشدة ولكنها تخجل من البوح بما تشعر به. كما أن العزباء في حلمها لو رأت الورد الوردي فهذا يدل أيضا على أن هناك شاب يحبها من بعيد وهي لا تعرفه، فهذه الرؤية تشير إلى الحب من طرف واحد. رؤية الورد الوردي تدل على أو تشير إلى أن هناك حب من طرف واحد، فإن رآها الشاب في منامه فهي دليل على أن هناك فتاة تحبه وهو لا يشعر به، فإن رأتها البنت العزباء فهو دليل على أن هناك شاب يحبها من بعيد وهي لا تعرف عنه شيئا. فلو رأى الحالم أنه يهدي الطرف الآخر الورد الوردي في منامه فإن ذلك دليل على أنه المحب، أما لو أخذ الورد الوردي منه فهو دليل على أنه هو المحبوب. إهداء الورد في المنام، إذا رأى الشخص أنه شاب يقدم له مجموعة من الورود فإن هذا يدل على أن شخصا يكرهه سيعقد معه اتفاق، لكنه لن يفي بهذا الوعد وسيجعله يخسر الكثير من الأموال. أما إذا دخل معه في تجارة فكان هذا دليل على أن هذه التجارة لن تستمر طويلا. بالنسبة لقطف الورد، فإذا رأى الشخص أنه يقطع شجر الورد فإن هذا يدل على أن الشخص سوف يعاني مشاكل كثيرة، ويدل أيضا على أنه سوف يسمع أخبار حزينة ومؤلمة. أما إذا رأى مجموعة من الورود وكان له شخص غائب عنه فإن هذا يدل على عودة هذا الشخص الغائب. نيجي بعد كده لآخر حاجة بالنسبة للورود، وهي زراعة الورد. رؤية الحالم أنه يقوم بزراعة الورد في منامه بتشير إلى إنجابه لكثير من الأولاد والبنات في الواقع. فلو رأى أنه يزرع الورد وحان وقت جنيه وجمعه فهذا يشير إلى حصول الرائي على المحبة والجاه والعزة. أما عندما يرى المريض أن كثير من الورد منصور تحته أو ارتدى ثوب في المنام مصنوع من الورد الورود فإن هذا سوف يدل على أن هذا الرائي يموت بعد مرور 40 يوما. طبعا والله أعلم، عندما يحلم الرائي أنه قد زرع الورود في حديقة منزله فإن ذلك دليل على تطوره وعلو مكانته العلمية. ولو كان الرائي أعزب ويبحث عن فتاة تناسب شروطه فرؤية زراعة الورد له تدل على إيجاده لهذه الفتاة التي كان يريدها منذ زمن طويل. بكده بنكون خلصنا تفسير الورد
في المنام بكذا شكل وكذا لون، عندنا ألوان كتير وكل لون له تفسير مختلف عن الآخر، وربنا يجعلنا ممن يرون الرؤى التي يكون تأويلها خيرا وبركة إن شاء الله. تحياتي ليكم من قناتي، قناة تيتاشو، وما تنسوش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ودايما منتظراكم في العديد من الأسئلة والرؤى علشان أفسرها لكم. تحياتي ليكم.